منورنا على شبكة تلفزيون النهار. شرفنا. خليني في البداية أسأل حضرتك عن الجزء المتعلق بالإرهاب، وهذا الملف الأبرز وبالتالي سوف يكون مطروح خلال يعني اللقاءات اللي بتعقد داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذه الدورة، وأيضا بخلاف يعني الاجتماعات الثنائية عفوا أو جلسات المباحثات الثنائية. The dual discussions and summits that will happen in the UN. Let me say that the world today خليني أقول إن العالم النهاردة يواجه خطرا جسيما جدا وحقيقي مع الإرهاب، ليس فقط في الولايات المتحدة سواء في سان برنادينو أو في أورلاندو في الأحداث التي حصلت بها، إننا نواجه هجوما إرهابيا عالما شاملا يجب أن نتطرق ونعترف به. المشكلة أن في الأمم المتحدة نفسها ليست واضحة في تعريف ما هو الإرهاب، لا يوجد شخص يريد تعريفه أو يحدد كيفية التعامل معه، إذن لا يوجد أي إجماع على كيفية التعامل مع الإرهاب. لكن هناك عدة أمور يجب علينا أن نفهمها. أولا أن نشاطات الإرهابيين مصممة لإضعاف الحكومات وإسقاطها، أن الإرهابيين يشنون حربا على ضد العالم بثلاث أهداف. الهدف الأول منهم هي الخلافة الجامعية العالمية، الثانية هي إدخال الشريعة كنوع من النشاطات اليومية، ليست نظاما قانونيا ولكن نمط تصرف في أعين الله، وثالث فكرة هي فكرة الجهاد هي آلية لإحداث هذا التغيير، رغم أن الجهاد كانت فكرة روحية إلا أنها أصبحت الآن فكرة عنف أو منهج عنف. نحن نعرف عقلية وذهنية الإرهاب ونحاول أن نواجههم في ميادين المعارك الفكرية، فهذه ليست حرب التي تحدث بالتحديد في الشرق الأوسط جغرافيا، ولكنها حرب فكرية ستستمد لمدة أجيال كثيرة. ولكي نفهم كيف نحارب حربا فكرية، أنها حرب لنحارب العنف والإرهاب والحرب سفك الدماء. تمام، يعني هل يعني كل ما